بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، وحلقه جديده بالتاكيد هي حلقه خاصه جدا للمنتخب الارجنتيني لنهائي كاس العالم. مبروك لميسي. يعني الناس ما بتباركش الارجنتين قد ما بتبارك لميسي. الناس عندها حاله سعاده لميسي بشكل غير عادي. ما شفتش تقريبا لعيب في العالم الناس تعاطفت معاه زي ليو ميسي. ميسي النهاردة كان معاه ناس كتيرة جدا جدا بتشجعه، حتى بعضا من غير مشجعي الأرجنتين، لدرجة ان ديدي ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي او مدرب منتخب فرنسا قال انا اعلم ان في بعض الفرنسيين عايزين ميسي يفوز بكاس العالم وبيشجعوا ميسي. هو عمل حالة، هو غير شكل الكرة في العالم الحقيقة. يعني النهاردة المباراة راحت وجات الف مرة، ألف مرة راحت وجات. ميسي خد البطولة من بدري، وبعدين البطولة هربت منه، وبعدين البطولة رجعت له، وبعدين هربت منه، وبعدين في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع تصدي أسطوري للتاريخ من إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني يخلي الفرقة في المباراة، ثم ضربات الترجيح، ثم تألق مارتينيز من جديد، وبالتالي ميسي يتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي. أنا على ما أعتقد يعني دي شوارع بيونس آيرس، دي شوارع الأرجنتين اللي موجودة قدامكم. معلش أنا الشاشة بعيدة عني شوية، فمتأسف يعني مش عارف أشوف كويس. هنا بيونس آيرس، دي العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. بصوا بقى يا جماعة، الله يخليكوا، عشان بس إيه هقول كلام شوية حيزعل بس لازم أقوله. يعني محدش يقارن بين الكرة وبين أي حاجة. مفيش ناس في العالم بتطلع بالملايين إلا عشان كرة القدم. أراهن تشوف المشهد ده في أي مكان في العالم إلا على منتخب أو فريق كسب بطولة أوروبا أو كسب بطولة عالم أو كسب بطولة قارية. ده المشهد اللي تشوفه، ما تشوفوش يعني. مع كل الاحترام للجميع، كل الاحترام لكل فئات المجتمع، لكن لما حضرتك تقول لي أصل لعيب الكرة بكذا، لعيب الكرة بكذا، ده بيقبض كذا، أيوة يا سيدي بيقبض كذا، ده مرتبه في الشهر، ايوه يا فندم مرتبه في الشهر كذا. هي دي عامله بهجه، عامله سعاده، عامله حاله فرحه، عامله حاله التفاف. كره القدم يعني لو الارجنتين خدوا كاس العالم للباسكت هيطلع 10% من دول، بس برضه هي رياضه. لو امريكا خدوا كاس العالم لمش عارف ايه هيطلع برضه الاف، بس برضو مش كده. دي برشلونة، انا كنت بحسبها الشانزليزيه، قلت ما الفرنسيين خرجوا. دي برشلونة اللي هو ميسي سابهم ومشي، ومع ذلك الناس رايحة بتحتفل بيه حتى هذه اللحظة. دي برشلونة، لولا انه بلعب في باريس سان جيرمان كانوا مشجعين النادي بتوعه كانوا طلعوا، بس ده عشان في البلد اللي كانت بتلعب قدامهم. دي كرة القدم، وده تأثير كرة القدم على العالم، على العالم اجمع. المنظر ده تشوفه في الارجنتين، تشوفه في باريس، تشوفه في تنزانيا، تشوفه في القاهرة، تشوفه في الإمارات، تشوفه في السعودية. كان عندك صور الجماهير السعودية لما كسبوا الأرجنتين، كان عندك الصور، كان عندك صور المغرب لما فازوا ومشوا وكملوا. دي منطقة المشجعين فين؟ في الدوحة، في الدوحة، في العالم أجمع. هي دي كرة القدم، العالم أجمع، لا فرق بقى لا بين سن ولا لون ولا جنس ولا دين ولا اي حاجة. كرة القدم توحد، تجمع، تسعد، تمتع العالم. دي كرة القدم، ده سحرها. انت بتشوف ده لما مش عارف مين ياخد ايه. هنا بقى الارجنتين خلاص، هو بقى اصبح الامبراطور الزعيم ميسي. فضل يتقارن يا عيني طول الوقت بمارادونا، اليوم نقول يا سيدي يتساوى، ما نقولش يكسب. الاثنين اسطورتين في كرة القدم، في الرياضة. ادي الطفل اللي عنده 4 سنين، وادي الاب اللي في الثلاثينات، وادي اللي في سن العاشرة من عمره، وادي اللي في الخمسين من عمره، وهتلاقي اللي في الثمانين من عمره. هذه هي بيونس آيرس، هذه هي العاصمة الارجنتينية. وانتوا عارفين فرق التوقيت والاحتفالات. محدش يا جماعة من فضلكم يفضل يقول لك لعيب الكورة وتخيلوا. ايوه يا فندم لعيب الكورة، ايوه يا سيدي، والله لعيب الكورة هو كده. من منا يعني ينسى احتفالات بطولة الأمم 86، بطولة الأمم 98، 2006، 2008، 2010، التأهل لكأس العالم 90، التأهل لكأس العالم 2018. هي دي كرة القدم. أنا في كأس العالم 90
بعد ما خلصنا وبعد ما رجعنا على الفندق وبعد ما تأهلنا لما فزنا على الجزائر هنا في مصر وخلصته بعد الماتش باربع ساعات روحت على بيتي كان بيت حماتي الله يرحمها وحماي الله يرحمهم في المانيال. عايز اقول لكم كان واخدني صحفي فرنسي اسمه باتريك جدو كان عنده عربية قديمة كده الناس شالت العربية كده مع الارض واول ما نزلت ما لقيتش نفسي غير بيطوفوا بيا في المانيال من فرحتهم بيا والناس كلها على اخرها. هي دي كرة القدم حضرتك ما فيش شعبية تضاهي كرة القدم في العالم يعني مش امريكا الشعبية الاكبر هي الباسكت والان بي اي بايدن كان بيكلم اللعيبة كل شوية في التليفون الرئيس امريكا ماكرون النهارده قلع الجاكيت وفي المدرجات وانفعل وراح احتفل معاهم الماتش اللي فات بصعودهم الفاينل والنهارده بيحضر لعيبته وبيواسيهم. هتشوف الاستقبال بتاع اللعيبه دي لما توصل الارجنتين وهم على احر من الجمر وهم رايحين الى الارجنتين. هي دي كره القدم هي دي متعه وحلاوه وفرحه وبهجه كره القدم. كره القدم على فكره جمال واحترام وحب وتنافس شريف وكل حاجه جميله دي كره القدم مش الاحتقان اللي انت بتشوفه عندنا هنا مش ناس عماله تولع في النار وناس ولا بتفهم ولا بتعرف وناس جهله بعضهم يعني اللي بيطلعوا يسمموا الناس ويسمموا ابدان الناس ويقولوا اي كلام واي حاجه يولعوا لنا الدنيا عشان فاول مش عارف راح فين ولا بينالتي ايه ولا بتاع ايه ولا مش عارف ما شاركش في ايه ولا اي حاجه في اي كلام. هنا حاول توصل لده يعني حاول توصل تبقى يعني زي ميسي زي الفارس زي دي ماريا زي مليانو مارتينيز زي باريدس زي اسماء كتيره جدا افضل اقول لحضرتك عليها زي روميرو زي ديبول ولا ديباول زي ماكي ليستر زي تشاوميني زي مبابي زي جريزمان زي جيرو زي هرنانديز زي لوريس دي اسماء محفوره في التاريخ. حتى هذه اللحظه يقول لك سنه 30 لما رجوي فازت بكاس العالم سنة 30 لما امريكا كانت الفرقة الوحيدة اللي من برا اوروبا وامريكا اللاتينية اللي خدت المركز الثالث سنة 38 سنة 52 وهكذا. هي دي كرة القدم معشوقة الجميع. مين يقدر يوحد الناس دي ينسوا اكلهم وينسوا شربهم وينسوا زعلهم وينسوا ألمهم ويفتكروا انه منتخب بلدهم خد كاس العالم ويفضلوا بقى صارين كده امتى للصبح وتستمر الاحتفالات. اظن ده اكبر ميدان موجود في بيونس ايرس اظن يعني بص الملايين ده دخل لبالك ده مدينه واحده انا جايبها لحضرتك. اكيد كل المدن في الارجنتين النهارده افراح وليالي ملاح وسعاده وفرحه وبهجه ده مفهوم كره القدم او ده المقصود من كره القدم هو انه الناس تتوحد الناس تهتم الناس تشجع الناس تحب الناس تحتفل. هو ده المنظر اللي قدام حضرتك ده بقى من برشلونة من الدوحة من بيونس ايرس من حتى في القاهرة كانت في ناس النهاردة كتيرة جدا من محبي ميسي كانوا هيتجننوا وبيشجعوا بشكل غير عادي والامور تمشي زي ما انت تحب وزيادة يا باشا ده الجمال.